برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج التربوي مفاهيم تربوية. هذا البرنامج نتناول فيه عدة مفاهيم تربوية نوجهها للآباء والأمهات للمقبلين على الزواج لعامة المجتمع وكافة الأسر. لكن قبل أن نبدأ البرنامج دعونا نبدأ بمقدمة بسيطة جدا وافتتاحية لهذا البرنامج. علمونا في المدرسة أن حصة الرسم وكراسة الرسم، حصة الرسم هذه الحصة التي كانت محببة جدا للطلاب، وهذه الحصة كانت تبتدئ ب ورقة بيضاء. هذه الورقة البيضاء يقوم الطلاب فيها بالرسم، وكلما كان الرسم أفضل ما يكون كلما كانت الدرجة أفضل ما يكون. فهذه الورقة البيضاء التي نراها الآن أمام أعيننا، هذه الورقة البيضاء هي الولد والبنت في حين الولادة. من أين أتيت بهذا الأمر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. الفطرة هي الصفحة البيضاء، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هو ده الرسم اللي هيتم داخل هذه الصفحة. وهذا الرسم إما يكون في أعلى درجة الصحة وبالتالي يؤخذ أفضل الدرجات، وإما أننا لا نحسن الرسم ويصبح الأولاد كأنهم حقل تجارب نجرب فيهم. وأنا أسأل لكل من تزوج أو كل من هو مقبل على الزواج: كم كتابا قرأت في تربية الأبناء؟ كم كتابا قرأت لتربي هؤلاء الأبناء الذين هم سيكونوا مسؤولية في عنقك أيها الأب وأيتها الأم؟ الآن أنا سأوضح لكم برسمة بسيطة جدا توضح لنا الفرق بين صورتين: صورة لا نأمل أبدا أن نصل إليها، وصورة الكل يحب أن يصل إليها. هذه الصورة الأولى التي نراها الآن. قبل هذا الرسم الموجود أمامنا، من يهرب من المدرسة، من يتعاطى المخدرات، من يشرب السجائر، من راسب في الدراسة، قبل هذه الرسمة كلها كانت الصفحة بيضاء. من الذي رسم فيها؟ الذي رسم فيها الأب والأم. هذه الصفحة الكل، وهذه الرسمة الكل، كل الآباء والأمهات لا يريدون هذه الصفحة ولا هذا الرسم. لكن إذا نظرنا إلى الصورة التي تليها مباشرة، فهذا متفوق في الدراسة، وهذا بار بوالديه، وهذا ناجح في مذاكرته، وهذا ناجح في الرياضة، وهذا يحفظ القرآن، بالتالي ولا شك أن الكل يريد أن يصل إلى الصورة الثانية. كيف نتجنب الصورة الأولى وكيف نحصل على الصورة الثانية؟ هذا هو موضوع هذا البرنامج. هذا الولد، هذه البنت، هو باختصار هو منتج نهائي. يعني إيه منتج نهائي؟ هذا المنتج النهائي لابد أن يمر بمراحل إنتاج، وأول مرحلة كانت في بداية أو مراحل الإنتاج هو اختيار الأم من البداية، وهذا سنتناوله أثناء البرنامج. فكيف نتجنب هذه الصورة وكيف نصل إلى هذه الصورة؟ هذا ما سنتكلم عنه بإذن الله تعالى. يوجد إشكالية كبيرة جدا عند الشباب الآن في مسألة الزواج. لا يعلم لماذا تزوج، يعني اسأله تقول له أنت تزوجت ليه؟ يقول لك أعف نفسي. جميل، مطلوب، بس كده؟ يعني أعف نفسي بس كده؟ طيب وتربية الأبناء تعرف عنها حاجة؟ يقول لك ما أعرفش عنها حاجة. لما يجوا هنبقى نتعلم ونشوف. خطأ كبير جدا، لابد أن تترتب هذه الأمور وتستعد لهذه الأمور قبل الزواج. فمسألة التربية تبدأ قبل الزواج بفترة طويلة جدا، ليس بعد الزواج وليس بعد الحمل وليس بعد الولادة. لابد أن ينتبه
لهذا الأمر. ولذلك أول مبدأ نحب أن احنا نأصله في هذه السلسلة أن تربية الأبناء فرض وليست نافلة. تربية الأبناء فرض وليست نافلة. من أين أتيت بهذا الكلام؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله عز وجل لن يسأل إنسان يعاقبه أو يجازيه بالحسنات إلا على الأمر الفرض. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، وبقية الحديث. يبقى تعلم التربية أمر فرض وليس نافلة. النقطة الثانية أن تربية الأبناء أمانة عظيمة سنسأل عنها أمام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالأمر خطير، والأمر يحتاج منا إلى وقفة طويلة نتعلم فيها. الأمر الثالث، وكلنا في هذه الدنيا يعني عندنا ناخد دورات في إدارة المشاريع، وناخد دورات في التفاوض ومهارات البيع والتسويق، لكن كما يعني ذكرت في البداية أن هذا الولد وهذه البنت هو منتج عظيم جدا، لابد أن احنا نتدرب ونتعلم كيف نصل إلى هذا المنتج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ها، والكل يحفظ الثالثة، أو ولد صالح يدعو له. هذا الولد الصالح كيف تصل إليه؟ لابد فيه من مراحل طويلة جدا، تبدأ كما قلت قبل هذه الإيه؟ هذا الزواج ومثل هذه الأمور. إذن كل ذلك الذي سبق يبين لنا أهمية تربية الأبناء، أهمية تعلم تربية الأبناء، أهمية الاستعداد لهذا الأمر منذ فترة طويلة. التربية أيها الإخوة ليست أكل وشرب وملبس وسكن، هي كل ذلك مع الأمور الأخرى من تربية وتعليم وأخلاق ودين وقيم. لابد أن تفعل هذا وأن تفعل هذا وقبل فوات الأوان. كل ذلك يبين لنا أهمية هذا الموضوع، ولذلك سيكون برنامج مفاهيم أسرية أو مفاهيم تربوية لهذا الأمر. هذا البرنامج سنقدمه لتأسيس وتبيين وتوضيح الأسس الإيمانية والأسس العقدية والأسس الشرعية والأسس الأخلاقية والأسس الصحية التي ينبغي أن ينبني عليها الأبناء. سنوفر هذه المفاهيم للآباء والأمهات بطريقة سهلة يسيرة من تراثنا ومن واقعنا ومن ديننا القرآن والسنة. فهذا البرنامج توعية للأبوين، توعية للمقبلين على الزواج، وستكون في حلقات متتالية بإذن الله تعالى. سنتحدث عن حكمة تربوية نأخذ منها ونستنبط منها العبر والدروس التي تساعدنا في تربية الأبناء، وستجد أن هناك مفاهيم عظيمة جدا في هذا البرنامج بإذن الله تعالى. وستكون الحلقة الأولى إن شاء الله رب العالمين بعنوان جميل جدا: من أجلك يا بني. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يربي لنا أبناءنا، وأن يجعل هذا البرنامج نافعا لجميع عموم المسلمين، الآباء والأمهات والمقبلين على الزواج، وينفع بها من يتكلم الآن ومن يستمع ومن يشاهد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.